زي ما بقول لحضراتكم دايما، الفترة اللي جاية تحتاج دائما للمؤازرة وتحتاج لمساندة الفريق واللاعبين حتى نهاية المشوار، وإن شاء الله إن شاء الله الاحتفال بلقب يا رب إن شاء الله. لأنه خلي بالكم حاجة وأنا باخد بالي منها دايما، إنه في هذا التوقيت من كل سنة وقت مرحلة الحسم بتلاقي الإشاعات كترت عن الفرقة. يعني زي ما قلت لحضراتكم، لو النادي الاهلي هيمشي حد، حضرتك لو دخلت عن الصفحه الرسميه او لو فتحت قناه الاهلي هتلاقي بنقول مودست، الناس قعدت تقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه مودست طلع كتب شكر للنادي الاهلي ولجمهوره، والنادي الاهلي من خلال صفحته الرسميه ومن خلال قناته قال انه مودست مشي ونشكره. هو ايه القصه لما يبقى عندي حد ماشي؟ ما انا هطلع اقول ان هو ماشي، او لو هجيب حد ما انا هطلع اقول ان انا جبته بالعقل يعني. ولكن الوقت ده تحديدا وقت الشهر شهر ونص اللي جايين هتلاقي اخبار النادي الاهلي في كل حته، مين ماشي ومين قاعد ومين هيتم التعاقد معاه ومين هو اللي هيقعد ومين اللي هيمشي، ده حتى كولر هيمشي، ونشتت الانتباه اللاعبين ونشتت انتباه الجهاز الفني، لانه زي ما قلت لحضرتك انه هذا هو افضل وقت من السنه بالنسبه للي بيجتهد او اللي بيحاول يجتهد علشان يتكلم عن النادي الاهلي. لانه زي دايما زي ما بقول، الكلام عن النادي الاهلي يخلي كل الناس تقعد تتفرج عليك. وهنا يجي دور حضراتكم جماهيرنا العظيمه في كل مكان، هي اللي بتواجه مثل هذه الاشاعات بكل قوه وحزم على السوشيال ميديا، لان هم عارفين النادي الاهلي وعارفين طريقته.